إيه هذا الأشكال فيه، ما دام المرأة طهرت قبل طلوع الفجر الثاني فتقضي العشاء، لأن وقت العشاء يمتد الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني، لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت كل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، يستثنى ذاك الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس للإجماع المنعقد في ذلك. فالعشاء لها وقتان، الوقت الأول وقت الاختياري إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل لطلوع الفجر الثاني هذا وقت اضطراري. فإذا طهرت المرأة قبيل أذان الفجر الثاني ولو بعشر دقائق فيجب عليها أداء صلاة العشاء، والخلاف إنما جاء في المغرب. وكذلك هنا مسألة مهمة، إذا طهرت قبل أذان المغرب في خمس دقائق لا يتسع هذا الوقت إلا لأداء صلاة العصر، قال تسقط حتى بعض القائلين بصلاة الظهر مع العصر قال تسقط من الظهر لأن الوقت لا يتسع لأداء إلا صلاة العصر. لكن لو طهرت مع أذان المغرب، يعني قال الله أكبر لصلاة المغرب أو قال الله أكبر لنداء صلاة الفجر ثم طهرت الحائض، هل يجب عليه شيء مما مضى؟ لا يجب عليه شيء مما مضى لأنه خرج وقتهما، خرج وقته. كذلك الحائض طهرت ضحى، طهرت ضحى لا تجب عليه صلاة الفجر. بعض العامة يأمر زوجته أو العامية من النساء تصلي، إذا طهرت الضحى تصلي الفجر، خرج وقته، إذا لا تصلى صلاة الفجر.